السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو بغيت نتكلم لكم على الثنائي المغربي الذي يلعبان اللذان يلعبان في فريق برشلونة، ألا وهما اللاعبان عبد الصمد الزازولي وأمين لامال، الموهبة الكروية الصاعدة، بحيث تمكن هذين اللاعبين من فرض شخصيتهما كلاعبين أساسيين في فريق البارسا. السبب الذي جعل تشافي هرنانديز يشيد بهذين اللاعبين، فاللاعب أمين لامال وهو لاعب قوي ومهاري يجيد التوغل في الجهة اليمنى، وكذلك اللاعب عبد الصمد الزازولي الغني عن التعريف فهو كذلك يجيد اللعب في منطقته اليسرى. وهذين اللاعبين إن شاء الله هما مستقبل الكرة المغربية، مما جعل السيد وليد الركراكي يستدعيهما إلى المقابلات القادمة إن شاء الله، بحيث أن هذين اللاعبين سيقولان كلمتهما، وبالخصوص اللاعب أمين لامال وهو مستقبل الكرة المغربية إن شاء الله.